بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه النهارده بالتاكيد جايه قبل 24 ساعه من مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه. حدث تاريخي، حدث بيفرض نفسه على كل الاوساط القرويه في مصر وفي الوطن العربي وفي جميع انحاء العالم. الكبيرين، بطل افريقيا في مواجهه بطل اوروبا. النادي الاهلي يسعى الى حلم الرباعيه والبايرن يسعى للسداسيه. وما اجملها سداسيه، خاصه انها فأل حسن دائما على النادي الاهلي عندما يواجه فريق يسعى لتحقيق السداسيه. حلقه النهارده فيها تفاصيل وفيها اخبار كثيره وفيها عناوين مهمه جدا، وايضا اللحظات الاخيره داخل بعثه فريق النادي الاهلي قبل مواجهه البايرن غدا في نصف نهائي كاس العالم للانديه. لكن نبدا بسؤال حلقه النهارده، وبالتاكيد عايز كل اللي بيتابعنا واللي بيتفرج علينا واللي بيشاهدنا يدخل ويشارك معانا في الاجابه على هذا السؤال. رايكم او توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يبدا بالاهلي غدا امام بايرن ميونخ. كل واحد يعتبر نفسه مدير فني في هذه المباراه ويقول لنا توقعاته، طريقه اللعب، التشكيله، الاهلي يبدا بمين، حراسه المرمى، طبعا وسط الملعب، الهجوم. كل واحد يقول بقى افكاره وتوقعاته بالنسبه للتشكيله الاهلي هيلعب بيها، ومن خلال ارائكم على صفحات السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هنستعرض كل الاراء في الفقره الاخيره من برنامج الترند. لكن سريعا ندخل في عناوين حلقه النهارده. في ترند الاهلي الليله، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ. كمان في ترند الأهلي، الشناوي جاهزون لمواجهة بطل أوروبا. وأخيرا الأهلي بزيه التقليدي أمام البايرن. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباريات اليوم النهارده في مجموعه من المباريات، النهارده يوم حافل بالمباريات المحليه والافريقيه وايضا المباريات في الدوريات الاوروبيه. نبدا مع بعض مباريات الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراه وادي دجله مع غزل المحله بخساره وادي دجله امام المحله 0-1. طبعا نتيجه فيها يعني مفاجاه كبيره جدا، المحله قدر يكسب دجله بهدف مقابل لا شيء. الزمالك والاتحاد السكندري ان شاء الله النهارده الساعه 7:30 في ختام مباريات الدوري المصري. لكن مباريات كاس العالم للانديه، منذ قليل بدات مباراه تحديد المركز الخامس والسادس ما بين اولسان هونداي الكوري امام نادي الدحيل، والساعه 8 المواجهه الاولى في مباريات نصف نهائي كاس العالم للانديه التي ستجمع بين بالميراس البرازيلي مع التيجريس اونال بطل المكسيك. لكن مباريات الدوريات الأوروبية، الدوري الإنجليزي النهاردة كانت فيه مباراة الساعة 2 انطلقت وانتهت منذ لحظات. توتنهام قدر يفوز على ويست بروميتش 2-0، وفي هذه اللحظات الشوط الثاني من مباراة ويلفرهامبتون مع ليستر سيتي، وما زالت النتيجة التعادل السلبي. 6:30 ليفربول هيلعب مع مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي النهاردة، نتمنى فيها التوفيق لمحمد صلاح. 9:15 مباراة شيفيلد يونايتد أمام تشيلسي. مباراة الدوري الأسباني الساعة 3 أقيمت مباراة ما بين ريال سوسيداد مع قادش وانتهت بفوز ريال سوسيداد 4-1. الساعة 5:15 أتلتيكو بلباو هيلعب مع فالنسيا. الساعة 7:30 أوساسونا هيلعب مع إيبار. الساعة 10 مساء في ختام السهرة ريال بيتيس في مواجهة مع برشلونة. الدوري الإيطالي وقوة مباراة الدوري الإيطالي النهاردة كانت في مباراة الساعة 1:30 ما بين بينفينيتو مع سامبدوريا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. الساعة 4 أقيمت مباراتين، أودينيزي مع هيلاس فيرونا ومازالت النتيجة التعادل السلبي، وميلان بيلعب مع كروتوني وميلان متقدم بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 بارما بيلعب مع بولونيا، والساعة 10 إلا ربع لاتسيو هيلعب مع كالياري. طبعا دي النهاردة مجموعة من المباريات، بالتأكيد يوم حافل، لكن طبعا قمة المباريات النهاردة ليفربول مع مانشستر سيتي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ندخل في تفاصيل الحلقة، وعندنا أخبار وكواليس مهمة جدا من داخل مقر بعثة فريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكل منتظر على أحر من الجمر مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بكرة، لدرجة أن الواحد عنده إحساس كده، فاكرين أيام امتحانات الثانوية العامة عندك امتحان فيزياء أو عندك امتحان كيمياء، بطنك مكركبة وقلقان من الماتش بكرة. لكن في نفس الوقت أنت سعيد ومبسوط أن في مباراة كبيرة النادي الأهلي بيمثل فيها مصر وإفريقيا مع بطل أوروبا. طيب، في تفاصيل كتيرة وفي موضوعات مختلفة وفي أخبار بالتأكيد جماهير النادي الأهلي بتنتظرها وعايزة تسمعها وتطمن فيها على أفراد البعثة قبل مباراة الغد. فقط وحصريا بالتأكيد من خلال
المتابعه خلال الفتره الاخيره. زميلنا طبعا امير هشام موفد قناه النادي الاهلي موجود مع البعثه عشان يطمنا على الجديد بالنسبه لاستعداد الاهلي لهذه المباراه الكبيره غدا. مساء الخير يا امير. طيب كمان برضه لغايه لما يجهز معانا امير، بنتكلم على ان مباراه بكره من المباريات التاريخيه اللي ممكن تبقى حدث فريد ما تتكررش الا مثلا بعد سنوات وسنوات. فجمهور النادي الاهلي بالتاكيد عايش لحظه من الصعب ان البعض طبعا يعيشها خلال الفترات الحاليه بسبب ان هذه المباريات الكبيره ممكن يعني تلعبها على المستوى الودي، لكن على المستوى الرسمي بتبقى قليله جدا وبتبقى صعبه جدا، الا مثلا لو القرعه سمحت في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه، او حتى مع النظام الجديد لكاس العالم للانديه ان شاء الله خلال الفترات اللي جايه، وده النظام اللي عايز يقره الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. لكن طبعا احنا كاعلام طبعا للنادي الاهلي كمنظومه اعلاميه وكجمهور وكصحفيين وكل المتابعين والمهتمين جدا بتشجيع النادي الاهلي، حدث مباراه الاهلي وباير ميونخ حدث كبير جدا، وحديث الناس في المانيا او حتى المسؤولين في نادي باير ميونخ عن النادي الاهلي ده بيديك شيء من العظمه والفخر بقيمه ومكانه النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا كما وصفوه حتى في احاديثهم وتصريحاتهم. طيب محتاجين كمان نتكلم على جاهزيه الاهلي لهذه المباراه. النادي الاهلي طبعا خلال الفتره الاخيره كان عنده تدريبات مختلفه يعني استعدادا لمباراه البايرن. من بعد مباراه الدحيل الجهاز الفني عمل اجتماعات وعقد جلسات، وكان في حديث مهم جدا كمان من الكابتن محمود الخطيب للاعبين قبل مباراه بايرن ميونخ. المباراه فيها استعداد نفسي قبل الاستعداد الفني، وفيها تفاصيل بالتاكيد الكل محتاج يطمن بكره، والناس كلها بتسال وتقول التشكيل المتوقع، ممكن بيتسو موسيماني يغير طريقة اللعب، ممكن يغير الاستراتيجي في هذه المباراة، ممكن يفاجئ الجميع بأسلوب معين وطريقة لعب معينة. حسب معلوماتي وما أعرفه عن شخصية بيتسو موسيماني، هو من المدربين اللي بيعرف يعني يحضر فرقته للمباريات الكبيرة اللي زي دي استعداد جيد جدا، ومن المدربين اللي ليه فلسفة ودايما مطلع بشكل كبير جدا على الكرة الأوروبية، وتحديدا المدربين في جنوب إفريقيا دايما مهتمين جدا بالدوري الإنجليزي أو حتى بالدوري الألماني. النهاردة حتى هانز فليك المدير الفني لفريق باير ميونخ بعد المؤتمر الصحفي حتى وفي حديثه مع بيتسو موسيماني قال فريق الأهلي فريق من الفرق اللي عندها يعني استعداد جيد جدا للبطولة، فريق ما جاش هنا من فراغ، فريق هو بطل إفريقيا، لقب نادي القرن لم يأتي من فراغ، فريق حقق ألقاب كثيرة وعديدة، عنده خط هجوم متميز، عمل مباريات كبيرة، بيقوده مدير فني ليه رؤية وليه فكر، وعنده استعداد جيد لمباريات كأس العالم للأندية. كمان لو بتكلم على الأجواء في كأس العالم للأندية، أجواء المونديال بكل أمانة وبكل صراحة مش عشان النادي الأهلي موجود طرف في البطولة، لكن ده رأي وحديث كل وسائل الإعلام سواء في الوطن العربي أو حتى في وكالات الأنباء. قيمة ومكانة النادي الأهلي وشعبيته الكبيرة بوجوده في كأس العالم للأندية عمل للبطولة رواج كبير جدا واهتمام كبير جدا، لأن لو نتخيل ونتابع مع بعض خلال الفترة الأخيرة استقبال الفرق من الجماهير خلال الفترة الأخيرة، أكبر فريق وأكثر فريق كان فيه استقبال جماهيري كان جمهور النادي الأهلي. طيب عايزين نطمن بقى ونشوف آخر الأخبار والجديد عن بعثة فريق النادي الأهلي، والنهاردة كان يوم حافل وفي تفاصيل كتير وفي تمرين أخير في مساء اليوم. أروح مباشرة إلى أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي عشان نتعرف منه ونطمن من خلاله على الجديد بالنسبة للبعثة قبل مباراة البايرن غدا. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. عايزين ابتسامة وعايزين كمان نطمن من خلالك. عايز اقول لك هنا في مصر الجمهور الكرة المصرية بشكل عام مترقب المباراة بكرة يعني بشكل كبير جدا، وكأننا بنعيد اجواء مباراة مصر والبرازيل ومصر وايطاليا. الجديد عندك اخبار الفريق بالزبط. التمرين ان شاء الله بالزبط. في مساء اليوم والبروجرام النهاردة اللي كان موجود بالنسبة للفريق منذ الصباح حتى هذه اللحظات. خلينا اقول لك يا محمد ان احنا بصراحه بنعيش لحظات تاريخيه ما بتتكررش كتير، ممكن تكون مره واحده في العمر انك بتلاعب فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه، فده في حد ذاته حدث تاريخي لازم نقف عنده ولازم لحظاته نعيشها بكل يعني مشاعرنا، لان فريقنا فريق النادي الاهلي بطل القرن وبطل افريقيا بيشرف القاره الافريقيه وبيشرف الكره المصريه من خلال هذه المشاركه، وباذن الله هيشرفهم اكتر من خلال مباراه
غد امام البايرن. الحديث كله هنا عن المباراه خلاص، لدرجه ان احنا مش عايزين المباراه تيجي او المباراه تتلعب، احنا عايزين نفضل عايشين اللحظات الجميله دي، لان انت بتلعب مباراه للتاريخ. وبمناسبه ان هي مباراه للتاريخ، انا عجبني جدا تصريح مستر بيتسون موسيماني النهارده يا محمد، لما قال لك مباراه البايرن مباراه تاريخيه ومباراه صعبه بكل تاكيد، لكن ما اعتقدش ان هي هتكون اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي. نقدر نستشف من التصريح ده ان الراجل عنده هدف انه يوصل للمباراه النهائيه حتى لو بيلاعب البايرن. طبعا كره القدم وارد فيها كل شيء، بايرن اقوى فريق في العالم، ما حدش يقدر يختلف على كده اطلاقا يعني، لكن انت حقك انك يكون عندك طموح، حقك ان انت يكون عندك تمنيات واهداف، هتعمل كل اللي عليك عشان تحققها باذن الله تعالى. وواثقين في رجالتنا، رجاله النادي الاهلي في الحقيقه. وخلينا اقول لك في حاله من التفاؤل واضحه جدا عند افراد البعثه هنا في الحقيقه، لكن ان شاء الله باذن الله خير بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن فيما يتعلق بقى ببرنامج الفريق على مدار اليوم، والنهارده كان في امور كتير جدا، بدايه من الاجتماع الفني، اجتماع فني ما بين الاهلي وبايرن ميونخ بالتنسيق مع الفيفا، ده برضه حدث كبير قوي بخصوص مباراه بكره. تم الاستقرار على عدد من الامور اللي هي بتكون امور طبيعيه، بتبقى نتاج الاجتماعات الفنيه بشكل طبيعي، وكان اهمها ان النادي الاهلي طبعا هيلبس الزي الاساسي بتاعه مع اختلاف في الشورت بس، الاهلي هيلبس اسود، يبقى الاهلي التيشيرت احمر، شورت اسود، شراب احمر، في المقابل البايرن هيلبس ابيض فابيض فابيض، ومحمد الشناوي هيلبس زي اصفر بالكامل. تم الاتفاق على الاماكن اللي هتكون مخصصه لبعثه النادي الاهلي وايضا لفريق النادي الاهلي داخل الملعب، لان خلي بالك يا محمد حتى وانت جوه الملعب انت جوه الفقاعه بتاعتك، يعني الفقاعه الطبيه المخصصه للاهلي والفقاعه الطبيه المخصصه للبايرن او اي فريق بيشارك في هذه البطوله، هو تحركاته حتى جوه الملعب بيبقى داخل الفقاعه في حدود بالنسبه له ما ينفعش يعديها، يعني في مثلا ابواب معينه ما ينفعش انت تتخطاها، لو تخطيتها تبقى انت خارج الفقاعه المخصصه ليك بدايه من اول الرحله. النظام في الحقيقه مميز جدا بخصوص الجزئيه دي تحديدا. تم كمان الاستقرار في الاجتماع الفني على ان الفريق طبعا يوصل قبل المباراه بساعه ونص، وكان يعني امور كلها جيده جدا، واجتماع كان جيد ما بين اهلي وبايرن والفيفا يعني. ده فيما يتعلق بالاجتماع الفني. بعديه مباشره تم التوجه لاستاد احمد بن علي، احد الملاعب المميزه جدا. بالمناسبه الملعب ده ما بقالوش كتير، يعني تم انشاؤه حوالي من 6 شهور تقريبا، ما تلعب عليه مباراتين فقط بخلاف المباراه اللي هتتلعب النهارده او اللي بتتلعب ما بين اولسن هونداي والدحيل على المركز الخامس والسادس، ومباراه بكره ما بين الاهلي والبايرن هتكون رابع مباراه على الملعب ده، وهو الملعب المخصص لنادي الريان. كان في زياره للملعب من الجهاز الفني بالكامل ومستر بيتسو موسيماني، وكان معاهم محمد الشناوي طبعا، لان كان في مؤتمر صحفي، وشفنا كلنا طبعا التصريحات الخاصه بموسيماني وايضا محمد الشناوي، وكان في حاله اعجاب شديد من المدير الفني للنادي الاهلي بالملعب واجواءه، اجواء في الحقيقه اكثر من رائعه، وملعب جيد جدا جدا جدا، الكواليتي عاليه قوي هنا بخصوص الملاعب يعني في الحقيقه، وكانت الاجواء مميزه مع اقتراب يعني مشاينا من الاستاد، استاد احمد بن علي. كان تم في مقابله ما بين مستر بيتسو موسيماني وهانز فليك طبعا المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، وكان فيها ود كبير جدا ما بين المدربين الكبار، ويعني كان كلمات محدده ما بينهم يعني بخصوص المباراه، وتم التقاء بعض الصور ما بين المديرين الفنيين. وبعد كده النهارده بقى بقيه اليوم بعد ما العوده للفندق، كان في بقى او هيبقى في خلال بالظبط يعني نص ساعه من دلوقتي او ساعه الا ربع يا محمد، هيبقى في المحاضره الفنيه من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وحديث هيكون في بعض الامور الخططيه وتكتيكية. بالمناسبة خليني أقول لك إن كان امبارح في تدريب النادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني، وكان تدريب مهم جدا، جرب طريقتين لعب، الله أعلم هيلعب بأني فيهم، لكن دي حاجة بقى ترجع له، لكن هو امبارح جرب أسلوبين للنادي الأهلي بخصوص اللي هينفذه في مباراة البايرن. قد يكون هناك بعض المفاجآت لسه مش متأكدين، ده هنتأكد منه ممكن بشكل أكبر لو وضحه مستر بيتسو موسيماني في مران الأهلي الأخير قبل هذه المباراة اللي هيكون في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المونديال. أجواء جيدة جدا، اللاعبين كلهم جاهزين ومتحفزين قوي يا محمد، ودي نقطة مهمة قوي، متحفزين لهذه المواجهة وعندهم شغف كبير إن هم يلعبوا هذه المباراة بشكل يليق باسم
وحجم النادي الاهلي في الكره الافريقيه، مش بس الكره الافريقيه دلوقتي، كمان الكره العالميه، ومش من دلوقتي بس الكره العالميه، من زمان جدا النادي الاهلي بيشرف تمام الكره المصريه والافريقيه على مستوى العالم في الحقيقه. الامور كلها جيده ان شاء الله، الاهلي يكون موفق يا محمد. لو فيها استفسار انا معاك. طيب امير، انا طبعا عارف ان المفاجآت ان شاء الله باذن الله نشوفها في الملعب بقى باذن الله، لكن عايز اسالك على المحاضره. هل الكوتش بيتسو بيعمل محاضره بعد المران، ولا بيكتفي بالمحاضره بس قبل التوجه لملعب التدريب؟ لا، هو اغلب الاوقات بيكتفي على طول بالمحاضره اللي بتكون قبل المران، لان خليني اقول لك يا محمد، المحاضره اصلا بتبقى طويله شويه. يعني محاضرات مستر بيتسو موسيماني ممكن بعض المدربين محاضراتهم يقسموها على مرتين، مره قبل التدريب ومره بالليل مثلا بالنسبه للاعبين، لكن هو الراجل محاضراته بتبقى طويله، تقريبا بيلم فيها كل اللي عايز يقوله في محاضره واحده، فعشان كده المحاضره بتاخد وقت طويل، بخلاف طبعا الاساليب اللي بيحاول يعود عليها اللاعبين او يحفظ ليها اللاعبين النادي الاهلي خلال التدريب نفسها، لان تدريب النادي الاهلي برضه تدريب طويل شويه وبياخد وقت كبير شويه. فالراجل بيكتفي بالمحاضرات اللي بتبقى قبل المران. الله اعلم النهارده ممكن نلاقي محاضره بالليل، لو في طبعا اكيد هنتابع وهنشوف ايه اللي هيحصل، لكن لحد دلوقتي مفيش محاضرات بتبقى بعد مران النادي الاهلي. لان خليني اقول لك برضه يا محمد، احنا عقبال ما بنرجع الفندق بعد التدريبات بتبقى الساعه 12 بالليل بتوقيت المونديال، فما بيبقاش في وقت المحاضرات عقب المران، لان التدريبات هنا بتبقى متاخره شويه ومواعيد المباريات متاخره شويه. يعني مثلا المباراه الاولى كانت في تمام الساعه 8:30، المباراه بتاعت بايرن هتبقى الساعه 9، ودايما مستر بيتسو موسيماني كل التدريبات عملها بالليل في ميعاد مران واحد اللي هو كان مران استشفائي بعد مباراه الدحيل، فما بيبقاش في وقت كافي لالقاء بعض المحاضرات الاخرى في ما بعد تدريبات النادي الاهلي، فبالتالي بيكتفي بالمحاضره اللي بتكون قبل التدريبات، وبتاخد وقت طويل للراجل يعني بيستفيد فيها في عدد كبير جدا. بإذن الله بإذن الله. أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، طمنتنا بنسبة كبيرة. أما بالنسبة للسيناريوهات والمفاجآت، بإذن الله مباراة الغد كلنا ثقة في بيتسو موسيماني، هنشوف مباراة بإذن الله يكون فيها شغل فني متميز وأفكار إن شاء الله بإذن الله تساعد على الخروج بالمباراة بنتيجة جيدة تؤهل الأهلي للمباراة النهائية بإذن الله إن شاء الله. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا فريق بايرن ميونخ من الفرق الكبيره جدا، عنده هانز فليك المدير الفني، طبعا هو احسن مدرب في العالم في الاستفتاء الاخير ومن خلال جوائز الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. روبرتو ليفاندوفسكي طبعا المهاجم البولندي هو احسن لاعب في العالم في المنافسه الكبيره اللي كانت بينه وبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. فبالطبع انت بتواجه فريق على المستوى الافراد، على مستوى النتائج، على مستوى البطولات، فريق كبير وعظيم، ويمكن في اوجه تشابه كبيره جدا وكثيره جدا ما بين الاهلي وبايرن ميونخ. بالمناسبه كارل هانز رومانيجا نجم الكره الالمانيه وبايرن ميونخ، هو اللي بيقود طبعا فريق البايرن في الفتره الحاليه كمسؤول عن قطاع الكره وفريق كره القدم في نادي بايرن ميونخ. كابتن محمود الخطيب طبعا نجم النادي الاهلي وصاحب التاريخ الطويل مع النادي الاهلي، هو اللي بيقود النادي الاهلي في الفتره الحاليه، وبالتاكيد كمشرف كمان ومسؤول عن قطاع الكره وفريق كره القدم. في امور متشابهه كثيره حتى على سبيل التوامه والتعامل ما بين الناديين. الفتره اللي فاتت كان في اكتر من زياره وورش عمل، وايضا اتفاقيه توامه بين الناديين كانت على اعلى مستوى في السنوات السابقه. و البطولة الأخيرة لبايرن ميونخ اللي كان موجود فيها كانت عام 2013، كانت في المغرب، وهي أيضا كانت البطولة الأخيرة للنادي الأهلي اللي تأهل فيها لكأس العالم للأندية، كانت عام 2013 كانت في المغرب. لكن طبعا النادي الأهلي خرج مبكرا، لكن البايرن قدر يوصل للمباراة النهائية وكسب فريق الرجاء المغربي بهدفين مقابل لا شيء. فريق البايرن يمكن سافر إلى المونديال ب 22 لاعب، طبعا أبرز اللاعبين لو بنتكلم في القائمة بشكل عام في لاعبين كلهم على أعلى مستوى، بنتكلم على مانويل نوير، بنتكلم على روبرت ليفاندوفسكي، وبنتكلم على توماس مولر، طبعا ده معشوق الجماهير في الكره الالمانيه. لكن عندنا تفاصيل اكتر من خلال فقره ترند اونلاين عبر السكايب مع راينر مورر، طبعا المدرب الالماني ولاعب باير ميونخ في الثمانينات، وطبعا مدرب متميز جدا وحقق بطولات، حقق مع باير ميونخ كاس كلاعب وكمدرب كمان مع ميونخ 1860. مستر راينر اهلا بيك وبرحب بيك عبر شاشه قناه النادي الاهلي. الو فرويد ميك باين، تحياتي، سعيد جدا بوجودي معكم عبر قناه الاهلي، اهلا وسهلا. اهلا بيك. طيب بكره غدا ان شاء الله مباراه ستجمع بين الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للانديه، كيف ترى اهميه هذه المباراه وقيمه المباراه على المستوى الفني؟
Ja gut, Bayern München ist der klare Favorit. Ich بالتأكيد denke, das ist eindeutig Bayern ميونخ Favorit. Ich denke, هو dass الفريق Bayern المرشح الأبرز من وجهة نظري. مباراة مهمة، مباراة قوية غدا بالطبع، فإنها مباراة قوية جدا. طيب، هل تعتقد تأخر بايرن ميونخ في الوصول إلى كأس العالم للأندية بسبب بعض ظروف الطيران، بالإضافة إلى خوضه مباراة أخيرة أمام هيرتا برلين في يوم الجمعة الماضية وعنده مباراة يوم الاثنين، ضيق الوقت وتأخره في رحلة السفر، هل دي أمور ممكن تعمل معوقات أو تأخير لفريق البايرن في الاستعداد لمباراة الأهلي كحالة استشفاء أو تجهيز لمباراته أمام الأهلي؟ لديك عندك حق بالطبع، هذا التأخير كان أمر صعب للغاية على الفريق البافاري في مطار برلين، وفعلا الاستعداد لم يحظى بالوقت الكافي وسوف يكون مكثف في هذا في اليومين، أعتقد ذلك قد يؤثر بشكل أو بآخر، ولكن الفريق البافاري قد يفعل من أجل التحسين ويستعد بشكل أفضل في هذين اليومين. كيف يتعامل المدربون مع هذه الظروف المعاكسة قبل هذه المباريات الكبيرة؟ هانز فليك كيف يتعامل مع هذا الموقف؟ هذا الموقف بالنسبة لهانز فليك هو موقف طبيعي عادي قد مر عليه من قبل، وأعتقد أنه سوف يتعامل مع الأمر بكل هدوء ويأخذه بشكل إيجابي، مما يجعل لاعبيه في أعلى مستوى ويكون على وأعتقد أنه يتابع الدوريات في الدول العربية ويفهم ذلك جيدا، فأعتقد أنه سوف يتعامل بشكل جيد جدا مع الموقف ومع الاستعداد للمباراة. البعض تحدث على أن فريق بايرن ميونخ قد يغير طريقة اللعب أو أسلوب لعبه في مباراته مع النادي الأهلي، وقد لا يدفع بالتشكيلة الأساسية مع بداية المباراة، هل تتوقع ذلك؟ وإذا كان هناك فرصة لذلك، ما هو الأطر أو الطريقة الفنية اللي ممكن يبدأ بها هانز فليك مباراته أمام الأهلي؟ أنا أعتقد أن هانز فليك سوف يبدأ ببعض اللاعبين الأقوياء الأساسيين، وسوف يعطي الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين لكي يخلق هذا التوازن، ولكن سوف يبدأ من وجهة نظري بتوماس مولر وليفاندوفسكي ويعطي الفرصة لآخرين من أجل إراحة بعض العناصر الأساسية، قد يحدث ذلك من وجهة نظري وقد لا يحدث، ولكن في الأغلب سوف يبدأ بالعناصر الأساسية. طيب، كيف ترى الكرة المصرية خاصة النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا واللي بيشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة؟ هذا إنجاز رائع للأهلي، النادي الأهلي فريق معروف، فريق رائع، فريق قوي، فهو بطل أفريقيا، وهذا الفريق يمتلك لاعبين جيدين جدا ويحظى بأهمية كبيرة، وهو حاصد للبطولات مثله مثل بايرن ميونخ بالضبط. طيب، من وجهة نظرك نسب الفوز، طبعا هي المباراة لازم تنتهي بفوز أحد الفريقين حتى إذا لجأوا إلى الإكسترا تايم أو ركلات الترجيح، لكن نسب فوز النادي الأهلي أو نسب فوز بايرن ميونخ؟ سؤال جيد، ولكن عندما أنظر إلى الإحصائيات وفي الأعوام الأخيرة، في العشر أعوام الأخيرة، نرى أن البايرن ميونخ فرصه أكبر، فإنه قد شارك في مباريات كثيرة ونهائيات كثيرة في بطولات مختلفة، هي مباراة رائعة من وجهة نظري ومباراة عظيمة، الأهلي فريق جيد وسوف يفعل شيء أمام البايرن ميونخ، الأهلي فريق قوي وقد أثبت ذلك في هذا العام وفي الموسم الأخير أيضا، لا أتوقع النتيجة بعينها، ولكن أرى أنها ستكون مباراة قوية من الجانبين. طيب، عايز أسأل سؤال أخير متعلق بأداء الفرق الألمانية مع المنتخبات والأندية العربية، أحيانا بتشهد هذه المباريات ندية قوية، خاصة الأهلي قبل كده لاعب فريق البايرن مواجهة ودية سنة 77 والأهلي فاز، مواجهة ودية من حوالي 8 سنوات والبايرن فاز بنتيجة 2-1، على مستوى المنتخبات الألمان حتى في مبارياتهم مع المنتخب الجزائري
كان بيبقى فيها نديه سواء في العصر الحديث او حتى في كاس العالم في الثمانينات. هل تتوقع ان ممكن مباراه الغد تشهد نديه ما بين النادي الاهلي والبايرن، ام وجهه نظرك ممكن المباراه يكون لها حسابات اخرى؟ لا 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 اقارن ولا اساوي من وجهه نظري بين المباريات الوديه والمباريات الرسميه في هذه في كاس العالم على سبيل المثال. فهناك فرق كبير جدا بين اللقاءين من وجهه نظري وما بين المسابقتين، هذه ماتشات وديه وهذا ماتش رسمي. فاعتقد سوف يكون اللعب اسرع واقوى لان كل فريق لديه طموح للفوز، ده انه لقب ليس مباراة ودية. مستر راينر مورر المدرب الألماني ولاعب بايرن ميونخ السابق والمدير الفني السابق لميونخ 1860، بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات، وكان رأي فني مهم جدا بالنسبة لفريق البايرن قبل مواجهة الأهلي غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية. مواجهة مرتقبة، مواجهة الكل بالتأكيد عامل حساب كبير ليها. احنا على المستوى الشخصي والله يعني الناس كلها سعيده بهذه المباراه وسعيده بهذه المواجهه في هذه اللحظات قبل الامور الفنيه وقبل الحسابات الفنيه، لان وجودك في محفل عالمي كبير تحت اشراف الاتحاد الدولي فيفا وباشراف ايضا كمان الاتحاد الدولي على هذه البطوله الكبيره ووجود الاهلي والشعبيه والجماهيريه ومواجهه البايرن اللي بيسعى لتحقيق السداسيه في وسط مدير فني رقم واحد على العالم، المهاجم رقم واحد على العالم، ده بالتاكيد بيدي شغف كبير جدا لاهميه هذه المباراه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند، وما زال لدينا الجديد والمزيد من اخبار بعثه النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب تفاصيل مباراه الاهلي وبايرن ميونخ اكيد ليها جوانب عديده، سواء جوانب فنيه، جوانب خططيه، استعداد نفسي، اخبار، معلومات. لكن الجانب اللي هنتكلم عليه المره دي جانب مختلف شويه، لان انت محتاج حد يعني يكون عايش في ألمانيا، مقيم في ألمانيا، اشتغل مع المدرسة الألمانية خلال سنوات طويلة جدا. لذلك في هذه اللحظات برحب بالكابتن إسلام مشاهين عضو الجهاز الفني بنادي برشلونة سابقا، واشتغل بالتأكيد مع بوب جوارديولا مدرب في السبورج الألماني، اشتغل فترة كبيرة في ألمانيا وعارف الأجواء في الكرة الألمانية. كابتن إسلام بالتأكيد كمان كابتن إسلام شاهين أنا برحب بيك ومتابع بشكل قوي لفريق بايرن ميونخ الألماني عشان نتعرف منك كمان على أجواء هذه المباراة وإيه أفضل طريقة ممكن يلعب بها الأهلي في مواجهة بايرن ميونخ كأفضل فريق في العالم وبطل أوروبا. تحياتي لكم، نهاركم سعيد، سعيد جدا بوجودي معكم في قناة الأهلي. الأهلي بدأ اللقاء الأول وظهر بشكل جيد، وغدا سوف يواجه بايرن ميونخ فريق قوي فريق عظيم. من وجهة نظري لابد على الفريق الأهلي أن يلعب بهدوء بكل ثقة ويستمتع باللعب أمام الفريق البافاري بطل أوروبا. التشكيلة من وجهة نظري للأهلي لابد أن يبدأ الشناوي في حراسة المرمى، من اليمين محمد هاني وأيمن أشرف وأكرم توفيق أو بدر بانون من وجهة نظري، وناحية الشمال فدفاع علي معلول كما تعلمون. في وسط الملعب أقترح في قد عمرو السولية في نصف الملعب وحمدي فتحي، وأمامهم كمثلث دفاعي اليو ديانج من وجهة نظري لعيب رائع وقد يستغله المدرب في الدفاع والهجوم في الربط ما بين وسط الملعب والهجوم كدفاع في الأمام. كهرباء أقترح بالبداية فيه في مثل هذه اللقاءات لأنه لاعب سريع لاعب رائع. حسين الشحات في اليمين وبواليا في الهجوم. لابد على الأهلي أن يأخذ ذلك بجدية ويأخذ في عين الاعتبار، لأن فريق البافاري فريق ليس سهل، فريق قوي يمتلك لاعبين سريعين، جنابري، ساني، لاعبين على أعلى مستوى، ودافيد وألابا في الدفاع، فلك فريق متكامل. لابد على الاهلي ان لا يترك الا مساحات في اللعب يلعب ويضيق الحدود والمساحات في الملعب من وجهه نظري. طيب سؤال اختم بيه لقائي مع حضرتك كابتن اسلام، فريق البايرن الاهلي عشان يواجهه بشكل متميز داخل الملعب يغلق المساحات ويلعب على الكرات الطوليه المرتده خلف خطوط الدفاع بتاع فريق البايرن،
ولا الطريقه الانسب ايه من وجهه نظرك من خلال معايشتك للبايرن؟ من وجهه نظري لابد ان يقفل المساحات ويقلل المساحات طالما هذه المساحات ضيقه واستطاع الاهلي ولاعيبه الاهلي السيطره عليها في الملعب فسوف يظهر بشكل افضل وسوف يمتلك زمام الامور في الملعب. لابد من تضييق المسافات لان اللاعبين هناك كما ذكرت لعيبه سريعه جدا فريق البافاري وفعلا هو فريق يعلم تماما المنافس والخصم ويدرسه بشكل قوي فاعتقد انه كومان على سبيل المثال لعيب سريع جدا وفي اليمين على سبيل المثال جنابري في اليمين فهو لعب مع ساني فلعبه سريعه جدا فعندما تضيق المساحات هنا بالفعل لابد على الاهلي فعلا عندما يضيق المسافات على هذين اللاعبين بالاخص في جهه اليمين فسوف يجعل فرص الاهلي اكبر في الحصول على الفرصه. الاهلي فريق قوي لابد ان يغير في تشكيلته ويعتمد اكثر على اللعيبه السريعه في مثل حسين الشحات وكهربا من وجهه نظري وبواليا ايضا لعيب سريع لابد ان تواكب ذلك في الملعب وتكون على هذا المستوى من لتجاري لعيبه بايرن ميونخ السريعه فهذا رأي. هناك في ألمانيا الكل سعداء الكل ينتظر ويتوقع مباراة قوية نارية. الأهلي معروف الأهلي فريق قوي بطل أفريقيا شامبيونز للأفريقي الكل يتوقع مباراة رائعة ويترقب مباراة قوية أمام بطل أوروبا الفريق البافاري. أنا هنا كنت أتابع وأرى أن الإعلام والصحافة والتلفزيون يتحدثون عن المباراة وعن أهميتها وعن النادي الأهلي قرأت ذلك في الصحافة. الفريق البافاري يحترم النادي الأهلي والفريق الأهلي ويحترم ويقدر خصمه وقوته. كابتن إسلام أنا بشكرك بالتأكيد ده كلام مهم جدا متعلق بحديثه عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. بالتأكيد كلام كان مهم جدا قبل مباراة الغد لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين معاكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند. الفقرة الأخيرة متعلقة بقى بآراء ومشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في البداية توقعاتكم للتشكيل. فاطمة هلال بتقول بإذن الله الأهلي هيعمل مباراة تاريخية احنا فخورين بيهم مهما كانت النتيجة إن شاء الله هنكسب وما فيش حاجة مستحيلة كل شيء ممكن هم 11 واحنا 11. وبتتوقع التشكيل الشناوي معلول ايمن اشرف بدر بنون محمد هاني حمدي فتحي السليه ديانج افشه طاهر بواليا والنصر باذن الله. طبعا دي كانت اراء متعلقه بالتشكيل ومواجهه مباراه الاهلي وبايرن ميونخ. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.